بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة آخر يوم في سحب كراسات التقديم للالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي، وكمان النهاردة هيتم افتتاح معرض لملتقى كانفاس الدولي للفنون التشكيلية في دورته الخامسة، وربطة الأندية المصرية المحترفة هتجتمع لاختيار مجلس إدارة جديد، وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هو آخر يوم في سحب كراسات التقديم للالتحاق بالمعهد الفني الصحي الشرطي، واللي بتكون مدة الدراسة فيه سنتين، وبيحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، وبيتم تعيينه بدرجة معاون أمن ثالث، وبيترقى بعدها في الدرجات المختلفة. النهاردة هيفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرض لملتقى كانفاس الدولي للفنون التشكيلية في دورته الخامسة، واللي بتنظمه الفنانة رانيا السعيد، وده هيكون الساعة 6:30 بقاعة زياد بكير، والملتقى هيضم أعمال 50 فنان من مصر والدول العربية، وهيستمر لحد يوم الثلاث 13 سبتمبر. النهاردة تجتمع رابطة الأندية المصرية المحترفة لاختيار مجلس إدارة جديد، وده وفقاً للائحة اللي بتنص على اختيار مجلس إدارة كل موسم، وبينتهي عمل المجلس بانتهاء الموسم الكروي، ومجلس الرابطة بيتكون من 5 مرشحين عن الأندية بيجري انتخابهم من فرق الدوري الممتاز، و2 مرشحين بيختارهم اتحاد الكرة بالتعيين. النهاردة هتغادر مطار القاهرة الدولي الرحلة الثانية لنقل مشجعي نادي الزمالك للعاصمة القطرية الدوحة لمؤازرة الفريق في مباراته أمام نظيره الهلال السعودي على كأس لوسال بالدوحة، واللي هتتلعب يوم الجمعة 9 سبتمبر.